ميكرو فريد يقول المثال كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد نص مثال شعبي قح اللي هو عار الجار على الا بغيتوا تعرفوا نص المثال الاخر خليكم معنا بكل تواضع. عار الجار لا جارو. واش بقى الجوره؟ الجوره خويا ما بقاش فهمتي، بالنسبه للمدينه الجوره ما بقاش فهمتي، كاش حاله ديال الجوره كاينه، وكاش بنادم ماشي كيحب شي واخا انت جارو ماشي من عائلته شي كيبغي شي، اما دابا داك الشيء ما بقاش، كل واحد دابا بحال اللي قلنا داك اللي ساكن في بارت معاه وداك اللي في الفيلات وداك الشيء، ما بنادم حتى السلام ما كيقولوش لك كتدخل بحال بنادم ما ساكنش معاه فهمتي، ماشي داك الشيء ديال الاخوه انك سلام، بنادم كاين دابا لحد الان بنادم كتلقاه ساكن معاك وكتقول لي السلام، اقسم بالله كتقول لي السلام حتى السلام ما يرضاش لك ما فهمش. ولكن في خبارك انت ديتي الاجر وهو ما داش. في خباري بلي انا اللي عليا كنديرو كندخل كنقول لي السلام عليكم رضا، كنقول زعما كاين بنادم ردها لك هي هذيك ما رضاش لك، راه داك الشيء من عند الله فهمتي، ما عندك ما دير لبنادم باش بزز عليه يرضها لك، راه هذيك ما كايناش. دابا انت في النظر ديالك في المدينه عار الجار على جارو ما بقاتش؟ لا في المدينه ما بقاش، اما في ديك سميتو بحال قلنا البلاد بحال اللي قلنا سميتو السكان اللي في شلوح ولا شي بلاصه اخرى فهمتي، هذيك باقا كتلقى بنادم كلشي مزيان، كتلقى في سميتو في كيخرجوا الدراري كيلعبوا وداك الشيء، اما دابا حاليا حتى الدراري الصغار ما كيخليهمش يلعبوا معاه. كتقول لي السلام كيقول لك عليكم السلام. السلام ورحمه الله، كيعطيك وقته وانت كيدوي معاك تدخل لنا للدار عمر اتاي وهذه وكذا وكذا، واخا ماشي على اتاي ولا على داك الشيء، غير بنادم كتشوفه كتشوف النظر ديالو، خصو داك سميتو التعامل هو اللي مزيان بكل تواضع. بكل تواضع. عار الجار على الجار، الجوره ما بقاتش كيف ما كان، كانت الجوره بواحد الحلاوه زوينه، دابا ما بقاش كيما كان، دابا ما كان راسي كان شحال هادي الناس كي خصوصا في الاعياد كتشوف واحد الاحلق ديال الجوره ما بقاتش، دابا كلشي تبدل، دابا من اي حاجه تبدلات ما بقاش كما كان، كاين الجار كيمشي عند الجار ويجيو عنده، كتكون واحد الحلاوه بين الدراري الطفوله كلشي، دابا داك الشيء ما بقاش. قولي الاخ انت اش من مدينه؟ سوس ياك؟ من سوس؟ انا مدينتي مراكشي ولد اوريكا، منطقه سياحيه وباقي شويه ديال كاينه الجوره تما، كاين الجوره باقي في الباديه، باقي راه هي نسبه للمدينه كلشي، حيت المدينه كتبقى واحد اسبيري هي نعتمد على راسي، ما بقاش ديك اللعيبه نعتمد على جاري ولا في الباديه، قدر كاع ما تكونش، كاين الناس كيكونوا في بلاصتك. دابا بكل التواضع انت دابا يعني هذا عار الجار على جارو ما كايناش في المدينه؟ لا في المدينه ما كايناش. وفي الباديه باقا؟ في الباديه كاينه. بكل التواضع؟ كل التواضع، في المدينه غتلقاها في الاحياء فاش كاين السكن الشعبيه، الاحياء الشعبيه فاش كاين الكريان هنا فين تلقاها، واحد ما كيسمح في الاخر، اما بحال السكن الاقتصادي وداك الشيء ما كاينش، ما كاينش السلام كاع، ما كاينش السلام جاري، كتسكن مع ما عرف كي كاع شكون اللي ساكن معاك، واش انس ولا جن؟ واش انس ولا جن؟ واش عار الجار على جارو؟ واش باقى شي جوره دابا؟ الجوره خويا بعد القليل، كاين بعض الناس اللي كانوا مثلا مجاورين وتحولوا لشي سكن قرابين بعضياتهم، باقي كيسول على بعضياتهم، اما دابا السكن الاقتصادي ما كاين لا جار لا والو، سد عليك بابك والسلام عليكم. هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء اللي كاين، كاين شي حاجه اخرى غنقولوها، راه كاين باك صاحبي ما كاينش، ملي كتسد عليا بابي ما بقاش نعقل على جاري، واخا يكون مع فيه الموت ما كنسولش عليه. ملي كتلاقى معاه في الدروج كتقول لي السلام كيرد؟ لا راه كنقول لي السلام، هو كاع ما كيتسحبني كاع، واش كاين؟ كيتم غادي بحال ساكن هو في شي ناطحه السحاب. ما كتبانش ليه بكل تواضع؟ لا راه ما كاينش تواضع كاع، بنادم مع حدو كيسد صندوق عليه كيولي تا هو كيقول لك اسيدي رانا صافي سكنت في بارتمان، ما كيتسحبش راسو راه غادي كاين القبر، ما كيتسحبش راسو راه كاين امو كاين خالته كاين عمته يسول عليها، بحال دابا انا مثلا كنجي عندي جيراني كلهم كنسول عليهم في سبيل الله بلا فخ مع الله، ديما كنحيي الصله والرحيم مع جيراني، عزيز على المجتمع، انا الكنز ديالي هو الجار، حيت الحياه شناهي؟ هو ملي كيقولوا هذاك السيد الله يرحمه كان كيجمع معنا كان كيضحك معنا كان كيهوسنا، هوس وفي نفس الوقت راه في نفس الوقت راه هو مونس. وهذه رساله، كونوا بحال السيد، سولوا على الجيران ديالكم، سلموا على الجيران ديالكم، وتحياتي لكم. عار الجار على جارو، واحترموا يعرف مقدارو. دابا واش في نظرك باقا ديك الجوره ديال شحال هذه دابا؟ لا ما بقاتش، بانت لي بان كاين واحد الاختلاف الكبير بزاف،
نعطيك مثال، دابا الجوره ديال شحال هادي، كان الجار مثلا يقدر يعتني بالولاد ديال الجيران ديالو، مثلا جيتي من المدرسه ما لقيتيش الدار، كتقدر تريح مع الجيران، تغدى معاهم، تخلي عندهم الشكاره، تخرج تلعب، فهمتيني، تهلاو فيك، تقدر تباش عندهم مع ولادهم بزاف الحوايج. دابا وليتي كتلقى الجيران سادين على بعضياتهم، فهمتي؟ يعني بحال ولادك ديال عزيني نعزيك، قول لي مبروك نقول لك مبروك، وليتي كتلقى الجار داير عنده ابارتومون، داير باب وداير باب ديال الحديد من برا. يعني بحال ما بقاتش هذيك المحبه ديال شحال هذه، وما بقاش ذاك. واش خايف من الجار ديالو ولا خايف من الشفاره؟ ودابا بنادم بحال قلتي ولا شاد شقارو، بنادم ما بقاش اصلا ما بقاش متحمل لا عائله لا جيران لا والو، يعني ولا الانسان، يعني ولا الانسان شاد غير شقارو ديال بصح. دابا بكل تواضع، واش وقعت لك انت كنتي طالع مثلا في الموبيل فين ساكن وقلتي السلام لشي جار ما رداش عليك؟ الصراحه هاد القضيه لا، ولكن كنسمع كيوقع هادشي، كيوقع هادشي كي يعني كيتشكى، خصوصا ان مثلا الموب اللي انا كنعيش فيه فيه شويه ديال الجيران، كيوقع هادشي، كيوقع هاد الخصامات هادي ديال حكا دفكتي الماء، حكا يعني بنادم بحال وصلنا لواحد لواحد المرحله ديال بنادم ما بقاش كيخلي الماء منين يدوز، ولا بنادم على نقشه يقدر يدعيك كاع، فهمتي؟ يقدر يدعيك، يقدر يدعيك على قبل حيت حكا كتسياق ولا كتكب ولا ما قلتيش ليا السلام ولا راه كيوقع هادشي، فهمتي؟ كيوقع هادشي بزاف. والمهم انا اللي كنتمنى ان شاء الله هو ان رساله من شاب مغربي يعني ترجع للجوره ديال شحال هادي منك انت الناس كاملين. زعما الرساله اللي غادي رساله منك اليوم كاملين، يعني قول لهم راه بغيت ترجع يعني ديك الجوره ديال شحال هادي. هو نطبقوا الدين ديالنا، نطبقوا غير الدين ديالنا. على سبيل المثال عمر بن الخطاب كان فاش كيوجد العشاء ديالو كيشد هذاك العشاء ديالو وكيعطيه للجيران ديالو، هما الاولين كيقول لا ربما يقدروا يكونوا ما تعشاوش ولا شي حاجه، الجيران ديالو كيشدوا العشاء كيعطوا كي الا كان عندهم العشاء كيعطوا للجار الاخر، هذاك العشاء كيبقى يدور حتى كيرجع لعمر بن الخطاب. يعني الا طبقنا غير السيره النبويه ديالنا انا متاكد ان شاء الله الامور كلها. واحد الجار عندنا راه وجد العشاء ولكن كان هو ولادو. المهم ولا دار بسطيله راه ما غيعطيهاش لك، الحسوه راه غيعطيهاش الشعريه صيفط لك شويه. عار الجار على جارو. واش باقى الجوره ديال شحال هادي دابا؟ ما بقاتش الجوره اللي كانت زمان، كنا انه انسان اللي عنده مثلا الجار ديالو ما واكل ما والو كيدوخو كيعطي ذاك البركه اللي قسم الله. اليوم لا، اليوم كل واحد تسد على بابه باب ما كيتسوق لا جارو لا والو. مثلا كنتي طالع حتى في الموبيل طرات لك وقلتي السلام عليكم ما رداش عليك جارك. كاين هاد الحالات هادي وقعوا بزاف المرات، الانسان ولا باغي يسد على راسو ما بقاش باغي يتعامل مع جارو مره. هذيك السلام ديال الله ما كايناش. هذيك السلام ما كايناش اصلا. وشي رساله منك اليوم؟ اليوم كنقول للمجتمع المغربي حنا دولة إسلامية وحنا عندنا واحد العلاقات متبادلة، رب كنتمنى أنه يرجع ذوك العلاقات وأننا نبني واحد المجتمع كيحترم التقاليد الإسلامية المغربية. وترجع ذيك الجورة ديال بكري. الجورة ديال بكري بكل تواضع. بكل تواضع، أنه كنت عندك درتي شوية طعام كتسقي جارك تعطي شوية، درتي شوية الرفيسة كتعطي جارك، هذه هي العلاقات المغربية. ومن غير هادشي راه ما يمكنش المجتمع المغربي انه يزدهر الا بالثقافه ديالو وبالتاريخ ديالو.